أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء فخذ أحدنا مكانه.
فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. صدق الله العظيم. سوف
فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وهو خير الحاكمين. وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. واسأل القرية التي كنا قبلنا فيها وإنا لصادقون. صدق الله.
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه وابيضت عيناه فهو كظيم صدق الله العظيم. قالوا Thank you.
قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يا بني يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر فلما وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا وتصدق علينا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئن قال أنا يوسف وهذا أخي قد
قد من الله علينا. إنه من يتق ويصبر إننا سمعنا منادي وينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى الضياء والنور إلى الفرقان بين الحق والباطل آيات بينات من الذكر الحكيم تالها لما سمح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ خالد أحمد شكر القارئ بالعلمان العربي والإسلامي والقارئ بقناة المجد الفضائية والمقيم بمركز ومدينة إدريكا. أما صوت والضوء والفراشة الشعبية الكبرى ركبة تحت إبارة وإشراف الحاج محمد يحيى وأولاده المقيمين بهذه البلدة العابرة. الاخوة المعزين شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.